اعتذر عن التأخير. ولا يهمك يا فندم، تحت أمرك، اتفضلي. متشكرة إنك وافقت تقابلني. العفو يا هان، مفيش حاجة تخليني أرفض أقابل حضرتك. بصراحة أنا لو منك ما كنتش وافقت أبدا. معلش، الدنيا علمتني إن أنا أعذر الناس طبعا. الظاهر إن أنا ما كنتش فاهمك طول السنين اللي فاتت كلها. معلش، الدنيا بتعلم. عموما أنا فكرت ولقيت الوضع مش صح عشان خاطر الأولاد، وسمية غلطانة وأنا جاي أصلح الأمور. مش فاهم. ترجع سمية. هي قالت لحضرتك كده؟ غصب عنها ورجلها فوق رقبتها، إن ما كانش عشان خاطرك عشان خاطر له أي ورين. عموما طالما حضرتك جيت لحد هنا يبقى أكيد هي عارفة، وأكيد برضو عندها طلبات. أنا عارف سمية كويس. مش كتير. مش كتير إزاي؟ إنك تأمن لها مستقبلها هي والأولاد زي ما ناس كتير بتعمل. وده يتم إزاي؟ لا ده ما يخصنيش، ده يخصكوا أنتوا الاتنين. تقعدوا مع بعض وتتفهموا وتتكلموا ما دام أنت موافق على المبدأ. خلاص يا فندم، خليها تكلم. أنا كنت متأكدة إنك هتوافق. أنا عارفة إنك بتحب سمية جدا وما تقدرش تستغنى عنها. أنا بشربها سادة على فكرة. مدري. بس يا ابني جبريل، عاوزك في كلمتين. خير يا مولاي؟ لا خير، تعال بره، تعال بره. طب اوعى 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 اوعى. خير يا مولانا؟ في ايه؟ اقول لك ايه؟ ما قلتليش ليه ان دخلتك الليله؟ هو ده اللي مزعلك؟ دخلتي الليله حقك عليا. لا مش هو ده اللي مزعلني، انا اللي مزعلني انك خالفت شرع ربنا. انا؟ ايوه، انت نسيت انك متجوز اربعه؟ لا انا طلقت واحده على زبيتي ثلاثه، ودي المأذون بيكتب لي عليها هي الرابعه، وده شرع ربنا ومحدش يقدر يمنعني. شرع ربنا بيقول ان العده لازم تنتهي. عده ايه؟ الشرع بيقول اذا تزوج الرجل خامسه وكانت احداهن في عدتها فقد جمع في عصمته خمسا. ليلى مش هتدخل بيتك إلا بعد العدة ما تنتهي. أيوة مولانا، بس العدة قربت تخلص. ولو يوم واحد.